دكتور محمد عبد الفتاح رئيس الاتحاد العربي لتعليم البحث العلمي، وطبعا عضو لجنه الشباب المركزيه بعيد عن المسؤوليه. اتفضل يا دكتور. جماعة دول حب عربي للتعليم والبحث العلمي.
النظام لسه جديد، نعرف الدكتور الصدقوني عمل حاجات كتير عشان ان شاء الله مصر جايه ومصر خير ومصر يا حد تساعدني كده فين رجل قيادتك المفروض دي الرئيسيه فاحنا كويس جدا ازاي كويس جدا ازاي نقدر نطور الكلام بتاعنا.